حاب تشتغل في برمودا؟ تابع الفيديو للآخر. السلام عليكم، بتدور على شغل؟ حابب تلاقي شغل في برمودا وحابب تسافر لبرمودا؟ خليك معي وتابع الفيديو عشان تعرف كل التفاصيل. بس قبل ما نبلش بتمنى منكم الدعم، اعجاب ومتابعة للقناة لحتى نستمر. عشان تلاقي شغل في برمودا هي الشغلة مش صعبة كثير ولا انها سهلة، لانه في قوانين بتحكم اصحاب العمل او اللي حابين يوظفوا. لازم صاحب العمل يثبت للحكومة انه الشغلة هاي او الوظيفة هاي مش موجودة وغير متوفرة بين ولاد البلد، وانه نزلها كاعلان واللي قدموا عليها غير مؤهلين انهم يمسكوا المنصب هذا او الوظيفة هاي، تمام؟ فبضطر انه يقدم طلب انه يجيب واحد من برا البلد عشان هم الحكومة يحموا الوظائف لاولاد البلد كأولوية، وبعدين يجيبوا ناس من برا إذا الشغلة هاي مش متوفرة. جميع المهن مطلوبة، بس في مهن يعني مخصصة بس لأولاد البلد، يعني ما بتقدر تجيب واحد من برا تحت أي ظروف. يعني مثلا خلينا نحكي بارتندر في 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 أوتيل، ما بتقدر تجيب غير من أولاد البلد. خلينا نقول ستيوردينج في أوتيل كمان، ما بتقدر تجيب غير من أولاد البلد. طيب كيف ممكن تقدم على الشغل في برمودا؟ خليك معي شوي بس عشان ما وقعش بنزل الدرج، لاني طبعا انا ما راح احكي لكم يعني كيف انه راح تقدم وكيف طريقه التقديم على الطريق الاونلاين، لانه الكل هسه بعرف كيف يقدم طلب توظيف، تمام؟ بس في شغله مهمه عشان تعرفها قبل ما انت تفكر تقدم. اللغه الانجليزيه مهمه جدا، مهمه جدا، لانه اذا ما معك لغه انجليزيه ما راح تقدر تمشي بالبلد، يعني ما راح تقدر تعرف تتعامل مع الناس هنا، ما راح تعرف تقدر تحكي معهم. فلازم اللغه الانجليزيه بس عشان التواصل، عشان تقدر تؤدي مهام الوظيفه، تمام، بدون ما يكون عبء عليك. وبرضه عشان المقابله والانترفيو، لانه بدون المقابله يعني هم لما يحكوا معك ما راح يحكوا معك في العربي، اكيد مقابله راح تكون في الانجليزي، تمام؟ فلازم يكون معك انجليزي. بس يعني عشان تكون واضحه الامور، مش مطلوب منك شهادة انجليزي، ولا مش مطلوب منك شهادة توفل ولا ايلتس ولا اي شهادة من الشهادات هاي، ولا معهد بريطاني. مطلوب منك انك تحكي انجليزي، تمام؟ انك يكون عندك القدرة انك تتواصل بالانجليزي، تمام؟ حيث انه سألك سألة في المقابلة تقدر تعرف تجاوب عليه، بس هذا المطلوب، مش انه لغة انجليزية زي ما تحكي بشهادات عالمية. يعني هي اهم نقطة هاي اللغة الانجليزية. ثاني اشي عندك مؤهل علمي او يعني تخصص في وظيفة، او عندك خبرة خلينا نحكي في الوظيفة اللي حاب انت تقدم لها. اخواننا اللي معهم شهادات محاسبة هاي الوظيفة كمان مطلوبة كثير هنا، يعني التخصص كمان في الفنادق مطلوبة كمان هنا. فانا زي ما حكيت ما راح يعني افرجيكم بالضبط بالتفاصيل كيف تقدم، لانه الكل بعرف كيف يقدم، بس عشان اسهل عليكم الامور راح احط كل المواقع اللي بتخص الشغلة هاي في الديسكريبشن، في صندوق الوصف، عشان تكون كل الامور سهلة. من شركات التوظيف زي employment agency كلياتها هاي راح احطها ان شاء الله في الديسكريبشن، مواقع التوظيف انه كيف ممكن تلاقي وظيفه، وشوف انت ادخل على المواقع ودور بالنسبه لوظيفتك تخصصك مطلوب مش مطلوب. راح احط كمان موقع الحكومه الرسمي عشان تعرف القوانين وكيف انك تيجي لبرمودا. هاي كمان شغله مهمه، لازم انت تكون دارس الموضوع مظبوط. كمان في نقطة مهمة، انه ما تفكر الموضوع يعني بمشي بيوم بيومين، الموضوع بده فترة طويلة، يعني بتحكي عن شهر لحد 3 شهور لحتى ما تطلع لك الفيزا العمل. طبعا هاي كلها بعد اجراء المقابلة، تمام، بعد ما تقدم الطلب. خلينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة، كيف من لما تقدم الطلب لحتى ما توصل برمودا ان شاء الله. بس خلينا نمشي عشان افرجيكم كمان المناظر حواليه كيف. طبعا اول شغله بتسويها بتدخل على صندوق الوصف اللي في الفيديو، بتفوت على مواقع التوظيف، هذا اول طريقه. طبعا بتفوت على مواقع التوظيف، بتدور على الوظيفه اللي انت متخصص فيها او اللي انت حاب تتوظفها، او اللي يكون خلينا نحكي في مجال عملك. بتقدم على الوظيفه. بعد ما تقدم على الوظيفه اذا والله امورك تمام والسي في تبعك قوي والوظيفة تاعتك مطلوبة هون في الجزيرة، هم بيبعثوا لك ايميل وبحددوا موعد للمقابلة عشان يتأكدوا من جميع المعلومات، وعشان يعرفوا من خلينا نحكي انك مؤهل للوظيفة هاي او لا. طبعا راح تكون اسئلة بالنسبة للوظيفة كله بالانجليزي،
بعدها اذا امورك تمام ان شاء الله هم بيبعثوا لك العقد او الجوب لتر، تمام، بتوقع العقد معهم وبيطلبوا منك كمان فحص طبي، وبيطلبوا منك كمان كم شغلات يعني صوره اشعه، كل هاي لازم توديها عن طريق الفيدكس بالبريد السريع او عن طريق الدي اتش ال اللي قريب على منطقتك. بعد ما تبعث كل شيء تمام بتبلش المرحله الثالثه اللي هي شو، انك تدور على مكان تقعد فيه لما توصل لهنا، او اذا الشغل نفسه بيعمل لك مكان كفترة يعني لحد ما تلاقي بيت، بصير تدور كمان على بيت. كمان الموقع هذا راح احطه في الديسكريبشن. طبعا بالفترة هاي بتفوت انت كمان بتدور على برمودا عن طريق الانترنت، بتدور عن تفاصيل انت حاب تعرفها، مثلا اسعار المعيشة في برمودا. طبعا انا نزلت فيديو قبل هيك بالتفصيل كيف يعني السوبر ماركت او اغلب السلع اللي بنلاقيها في السوبر ماركت او بنحتاجها موجودة مع اسعارها، اسعار البيوت كمان كله في المواقع اللي راح احطه في الديسكريبشن ان شاء الله. المرحلة الرابعة اللي هي تطلع الورك بيرميت او الفيزا، فيزة العمل. في شغلة مهمة لازم تعرفوها عشان انت توصل لبرمودا، حكيت انا في فيديو قبل هيك كيف الطرق اللي توصل لبرمودا، اللي هي عن طريق ثلاث دول، امريكا، كندا، وبريطانيا. طيب انت شو تعمل في الحالة هاي؟ اول ما يوصلك العقد وتوقع والامور تمام، بتقدم على فيزة الترانزيت في أمريكا أو في بريطانيا أو في كندا، بس الأسهل والأرخص خلينا نحكي أمريكا. إذا معاك العقد أمورك بتكون تمام، لأنهم بيعرفوا إنه برمودا يعني كشغل أحسن من أمريكا، ما فيها ضرائب، تمام، فبيعطوك الفيزا بكل سهولة. بس بحالة أثبتت إنه الأوراق 100%، مجرد ما أثبتت إن الأوراق 100% مزبوطة إن شاء الله بيعطوك الفيزا، الأمور تكون سهلة لأنك تيجي لهونا، لأن هي أفضل طريقة إنك تيجي لبرمودا عن طريق أمريكا، نيويورك أو ميامي. طيب خلينا نستنى في الباص، بده تقريبا 10 دقائق لحتى ما يوصل. نرجع لموضوعنا، هسا بتستنى الموافقة للورك بيرميت أو اللي هي فيزة العمل، بتأخذ تقريبا من 6 أسابيع لثمان أسابيع، وممكن تكون أسرع من هيك، ممكن تكون يعني تطول أكثر شوي من هيك، بس ما راح تأخذ يعني أكثر من خلينا نحكي 9 أسابيع أو 10 أسابيع بالحد الأقصى. ولما توصلك فيزا العمل على طول بتحجز التيكت، بضلك جاي على برمودا ان شاء الله. في حالة لا سمح الله لا قدر الله انه ما زبطت امور الفيزا الامريكية، ساعتها بتقدم على الفيزا البريطانية او الفيزا الكندية للترانزيت طبعا عشان تكون الامور سهلة. ما تحاولوا تقدموا على الفيزا السياحة لان الامور بتكون صعبة شوية وبصير شك في الموضوع، فانت قدم بس على الترانزيت موجودة. وفي ملاحظة مهمة انه في دول عربية يعني كالأردن ما بتطلب فيزا كترانزيت لبريطانيا، بس لازم الشرط المهم زي ما حكيت في فيديو قبل هيك انه نفس الطيران اللي بياخذك من دولتك لبريطانيا نفس الطيران اللي بياخذك من بريطانيا لبرمودا، يعني نفس شركة الطيران البريطانية. طبعا ما في شركة ثانية بتيجي من لندن لهونا غير هي البريطانية البريتش ايرويز. اخوانا وحبايبنا اللي بيستفسروا عن الهجرة، الهجرة لبرمودا بيقبلوا المهاجرين، بس زي ما حكيت المشكلة مش في انه يقبلوا الهجرة او لا، المشكلة في انك توصل لبرمودا، انه طريق الوصول لبرمودا. يعني خلينا نحكي انت سوري، السوري بده فيزا لبريطانيا، هي اسهل دولة، فما بزبط انك تيجي لهون انه والله بدي اخذ فيزا ترانزيت عشان اروح اقدم على هجرة. لا، انت بتتأمن طريق الوصول انك تيجي لهون، ما بتطلب فيزا، ما بطلب منك فيزا انك توصل لبرمودا، تمام. بس هي زي ما حكيت لك المشكلة في طريق الوصول، لانه اذا انت جيت لهون واثبتت انه والله انه في دولتك حرب، تمام، وانك لاجئ سياسي او لاجئ حرب، بيقبلوا المهاجرين. زي ما حكيت في الفيديوهات اللي قبل هيك وباكد، برمودا كثير غالي يا اخوان بشكل مش طبيعي، لدرجة انه الدولار ما بيسوي شيء، يعني الدولار ما بيشتري لك شيء هون، تخيل. فلازم يكون معك انت مصاري لما تيجي لهون عشان تأمن حالك كبداية، تمام. بعد هيك الامور ان شاء الله طيبة. المهم يجي الباص طلعنا فيه، خلونا نلبس كمامة، يعني ما بعرف العالم كله لغى الكمامة، انت هون ليش طبعا تلبس بس كمامة في المواصلات. واخيرا وصلنا كمامة يا زلمة، ضل حدا يلبس كمامة؟ ما بعرف ليش لما تكون لابس كمامة بتحس اصابع رجليك من تحت بلش يعرقوا. كمان في شغلة حابة احكي لكم اياها، يعني قبل ما تحاول تقدم على وظيفة
لازم تكون معك شهادات رسمية، لأنه راح يطلبوا منك شهادات رسمية من الجامعة والمدرسة والكلية وشهادات خبرة، يعني ما بزبط تلعب معاهم، لازم تكون أوراق رسمية ومبعوثة كمان عن طريق DHL أو FedEx زي ما حكيت، يعني لازم تكون أوراق رسمية 100%. فقدم أنت بس على تخصصك أو الشغلات اللي أنت بتعرف فيها. بلشت تمطر، تخبيت شوي من المطر. حبايبي أنا بوضح لكم بس إنه كيف في برمودا وكيف تلاقي شغل في برمودا، تمام؟ لأنه في كثير ناس بنزلوا عن برمودا إنه برمودا سهل إنك تيجي عليها والشغل مليان زي ما بيحكوها والأمور طيبة وما شاء الله عليك. لا، الأمور مش زي ما متخيلين، يعني هو التقديم على الوظيفة هي المرحلة خلينا نقول السهلة، بعد هيك ببلش عندك مراحل المقابلة وتودي طلبك وتستنى الموافقة وفيزة الترانزيت وتلاقي الطريق انك توصل لبرمودا. يعني برمودا زي ما بحكولها بتقول لك انا تعال ما بدي فيزا منك بس اذا شاطر وصلني. والشغلة كمان بدها عزم وقوة ارادة، اذا انت عندك عزم وقوة ارادة وما بتيأس من اول، يعني خلينا نحكيها طلب بتقدمه لازم تقدم مرتين وثلاثة واربعة لحتى يحكوا معك، وممكن 10، تمام؟ وممكن يعملوا معك مقابلة وما تزبط، فأنت ما تيأس، لازم تضلك ورا الشغلة عبين ما إن شاء الله تزبط. يعني دائما الواحد بتعمل باللي بيقدر عليه، تمام؟ والباقي على رب العالمين، إذا الشغلة فيها خير إن شاء الله بتتيسر. فأنت حاول، دائما حاول وثابر وضلك ورا الشغلة لحد ما تزبط معك إن شاء الله. بتمنى منكم الدعم، أجاب ومتابعة للقناة، لأنه في شغلات كثير إن شاء الله راح أفرجكم إياها في برمودا، وفعل لي زر هالجرس لحتى يوصلك كل جديد. سلام.